السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من قناة عفيفي للتكييف وصلتنا بعض التساؤلات وطلبات أنه نتكلم عن مكيفات البلازما أولا لازم نعرف أنه موضوع البلازما هو مش نظام تكييف كتكييف اللي هو أقصد مكيف هي نظام فلترة هواء لما نقول مكيف هذا بلازما أو في ميزة البلازما معناته أنه ميزة فلترة الهواء ايش فلترة الهواء عن طريق التكنولوجيا البلازما؟ الموضوع ببساطة شديدة جدا انه انا من خلال فلتر الهواء اول شيء بعمل فيه ثلاث مراحل، المرحلة الأولى اللي انه نصفي جزيئات الغبرة والاشياء اللي حجمها كبير، ثم بمر بالمرحلة اللي بعدها من الكربون عشان إزالة الروائح. آخر مرحلة اللي هي الطبقة الأخيرة بيكون الفلتر موصول اصلا بالكهرباء بنمرر فيه تيار جهد كهربائي ضعيف جدا عشان اخلق ايونات سالبه الايونات السالبه هي باضافه الكترون على ذرات الهواء اللي احنا موجوده فيها ببساطه شديده جدا علشان اسحب اي جزيئات غبره مهما كانت صغيره عبد الله بعد اذنك زي ما احنا شايفين بسبب الايونات السالبه او الشحناء شحنه الكهرباء السالبه كيف مسكت اجزاء المنديل الورقي اللي هو نعتبره الاوساخ اللي بتكون في الهواء فببساطه شديده جدا انا خلقت ايونات سالبه علشان اسحب الغبره والروائح من الهواء فهي نظام فلتره وليس نظام تكييف نامل ان الحلقه تكون واضحه وعجبتكم تعملوا لايك وشير ونلتقي في حلقه جديده من قناه عفيفه للتكييف شكرا